أطلقت الإدارة العامة للإطفاء بالتعاون مع شركة إكوت للبتروكيماويات حملتها التوعوية نبيك سالم في مجمع الأفنيوز، وتتضمن الحملة معرضا توعويا بمشاركة عدد من القطاعات والإدارات بهدف توعية الجمهور من مخاطر الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها. المزيد في هذا التقرير. تماشيا للدور الحيوي التي تقوم به الإدارة العامة للإطفاء بالتوعية من أخطار حوادث الحرائق، أطلقت الإدارة بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات حملتها التوعوية نبيك سالم في مجمع الأفينيوز. نستغل الفرصة في فصل الصيف، وخصوصا بأن عطلة الصيف بدأت لطبعا جميع المراحل السنية لوزارة التربية وبعض الإجازات اللي تكون موجودة على أرض الواقع، وتهدف هذه الحملة لطبعا زيادة نسبة الوعي للجمهور الكريم، وسوف يتم من خلال هذا المعرض توزيع البروشورات، وطبعا راح يكون أيضا هناك بعض المطفئات الحريق وكاشفات الدخان وبطانات الحريق. هذه تعتبر الإسعافات الأولية اللي يحتاجها كل شخص لا سمح الله إذا طبعا كان في هناك حال عندهم. نتمنى السلامة للجميع، ودائما أبدا طبعا هذه دعوة من الإدارة العامة للإطفاء ومع أخواننا شركاء النجاح شركة إيكويد، الله يجزاهم خير، لدائما داعميننا في شتى المجالات لا سيما المجال التوعوي. تتضمن هذه الحملة معرضا توعويا بمشاركة عددا من القطاعات بهدف توعية الجمهور من مخاطر الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها. أهداف هذه الحملة متعددة وشاملة، لكن من أهم الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها هي رفع مستوى الوعي بالأمن والسلامة لدى أفراد المجتمع الكويتي، وأيضا توضيح أهمية اغتنام مطفأة حريق وجهاز كاشف الدخان في البيت، تدريب أفراد الأسرة عليه واستخدامه في حال لا سمح الله وجود أي طارئ. الحملة اليوم التدشين في مجمع الأفنيوز، وإن شاء الله تستمر في الأسابيع القادمة اللي تشمل كافة مناطق الكويت، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. التوعية بمخاطر الحرائق ومسبباتها في فصل الصيف وطرق الوقاية منها، وطبعا من جوانب اللي نركز عليها هي حرائق المنازل وحرائق السيارات، بالإضافة إلى الحوادث والحرائق البحرية، وأهمية اقتناء وسائل السلامة من الحريق سواء في المنزل أو في السيارة، وضرورتها لتقليل نسبة هذه الحوادث وتفاديها. هذه الحملة التي تتواصل في المجمعات التجارية على مستوى دولة الكويت في طرق الحفاظ على سلامة كل من في المنزل والتواصل المباشر مع جميع أفراد المجتمع. هذه الحملة التوعوية والتي تقوم بها الإدارة العامة للأطفاء هي لتوعية الجمهور من أخطار الحوادث. يوسف صفرة، تلفزيون دولة الكويت.